مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، شاهدنا انطلاقة 13 شوطا الخاصة بالحولي والزمول لأبناء القبائل. الشوط الأول ذهب مع حشيمة لسعيد بن محمد بن دري المنصوري صاحبة أفضل توقيت زمني وصاحبة أول أشواط هذا اليوم لتهدي أهالي الختم هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات أيضا الإعادة في ملخص هذا اليوم يوم السبت 7 من شهر فبراير، 12 دقيقة 43 ثانية وجزئين من الثانية. بينما شوطنا الثاني، الشوط الثاني كان مع العنود لسعيد بن عبيد بن رشدان، هو من قدم العنود واهدى اهالي دوحة الخيري هذا الفوز هو الانتصار. 12 دقيقة 45 ثانية، 8 اجزاء من الثانية. سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان شاعرنا الكبير من قدم هذا الاداء الجميل. بينما شوطنا الثالث، انطلقت بنوك المستقبل المحليات الاصايل، فاستطاع الدبلوماسي لخليفه بن سعيد بن علي بن لوميه الاكتبي ان يهدي هذا الفوز والانتصار من خلال الدبلوماسي ب 13 دقيقه 25 ثانيه وثلاث اجزاء من الثانيه. بينما شوطنا الرابع انطلق فيه مشاهدينا الاعزاء العندليب القادم من ميدان الاحباب ليهدي هذا الفوز والانتصار اهالي العوير نابت بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، هو من فاز في هذا الشوط اول اشواط الزمول المهجنات الاصائل. 13 دقيقة 21 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية. تنطلق جولة اخرى من جولات هذا الصباح لتعلن هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة، فتاتي العين لمروان بن فري بن علي بن حمود الظاهري ويظهر الشعار الاقتصادي مع الكبار كما عودنا دائما وابدا على هذه الانطلاقه الرائعه والجميله. 12 دقيقه 53 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه. شكرا لسعاده فري بن علي بن حمود الظاهري الداعم الرسمي لهذا الشعار ومع فوز العين. بينما تاتينا نوف كما عودتنا بالفوز والانتصار والانجازات الكبيره، لياتي احد خبراء التضمين صالح بن سعيد بن العري المري بحنكته الكبيرة وفطنته الرائعة مقدما هذا الاسم ب 12 دقيقة 59 ثانية وست أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع تنطلق فيه أيضا الزمول المحليات الأصايل، فيأتي هناك هملول لعبد الله بن محمد بشين الكثيري ليعيد إنجاز آخر مع إنجازاته الرائعة والجميلة، يضيف إنجاز هنا كما أضاف إنجاز قبل أسبوعين. ويأتي أبو حميد مقدما هذا الاسم ب 13 دقيقة 41 ثانية وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا الثامن انطلق فيه الغزال وغازل المقدمة مع طيارة اليبهوني لتحلق في أجواء الوثبة، ويعلن محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري هذا الفوز والانتصار من خلال هذا التواجد الجميل. شكرا لراجب سعيد الزرعي على التواصل ب 13 دقيقة 34 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تبدأ جولة أخرى من جولات هذا اليوم، ويأتي الشوط التاسع ليتواجد أبناء السلطنة وتتواجد كيف لمحمد بن سالم بن محمد الوهيبي. يأتي أبو محمود ليقدم كيف كما قدمها قبل أسبوعين على أرضية هذا الميدان، وحافظت أيضا بالتوقيت الزمني قبل أسبوعين لتأتي اليوم للتجهيز للختاميات ب 13 دقيقة 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لأبو محمود محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، وشكرا ايضا لصايد الرموز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. شوطنا العاشر حمل الذلال المهجنات الاصايل، فاستطاعت براقه للدحبه بن محمد بن سالم بصقوح العامري ان تهدي مصانع الجنوب التراثيه هذا الفوز والانتصار والاندفاع مع براقه التي وضحت بالمركز الاول ب 12 دقيقه 56 ثانيه وست اجزاء من الثانيه. شوطنا الحادي عشر انطلق فيه صبر، فاستطاع الشعار العنابي أن يهدي دولة قطر هذا الفوز والانتصار، فهد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين مهديا مع هذا أيضا الاسم اسم صبر وتحمل أيضا القدرة من 8 كيلومترات ليكون الفوز ب 13 دقيقة 30 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثاني عشر وصلوا شباب مرغم ليؤكدوا بأن بوابة الناموس المتواجدة مع العنود
لسيد سعيد بن سلطان بن مرخان هي من انطلقت ما شاء الله تبارك الله واندفعت في الأمتار الأخيرة مؤكدة هذا الفوز والانتصار ومنطلقة على هذا الرتم الكبير. 13 دقيقة 6 ثواني وأربع أجزاء من الثانية. بينما شوط الختام هناك أتت فيه أشواق وعاد مرة أخرى شعار صعب المضمرين مؤكد التواجد في سن الكبار وعاشق للمنافسة من الصغار وحتى الكبار. سعيد بن سلطان بن مرخان من تواجد مع هذا الاسم واندفع في الأمتار الأخيرة مؤكدا 12 دقيقة 58 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هكذا كان 13 شوطا مشاهدين الأعزاء متابعي قناة أبوظبي الرياضية، شاهدنا هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة، شاهدنا هذه الاندفاعات الكبيرة. شكرا لمخرج السباق أسامة الهواري، شكرا لمسعود الكثيري، شكرا ليوسف بن قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بإذنه تعالى في سباقات قادمة، وإلى اللقاء.